هي الإسماعيلية، وإحنا بنقول الإسماعيلية تلت الجمهورية، قوات مسلحة في القيادة في الإسماعيلية. ربنا يوفقك يا كريم على الإسماعيلية. ربنا يوفقك على الإسماعيلية. هنسمعه من اللواء حمدي حاجات كبيرة جدا. ربنا يوفقك. أنا عاوز أقول إن على حضرتك وعلى الدكتور خالد وعلى الدكتور زملاء رسالة اسمعوا الكلام ده يا ولاد. كناش هنأديها إن شاء الله. وده بحل الثقه فيكم ان احنا هنديها باكمل الوقت. عاوزين نستلم اجيال جايه بدعم معاك يا فندم. اجيال جايه بتحب بلدها، عندها الانتماء والولايات، نسيت الفوضى بتاعت 2011، فاهمين قوي ايه الاخطار اللي بتحد بلدنا، فاهمين قوي سياسه الدوله وال 15 محور اللي احنا متحركين فيهم، بننمي بلدنا وكلنا بنعمل بكفاءه. اسمعوا كلام مع الوزير يعني انا بس بنستفيد كلنا يعني. زرتوا قناه السويس الجديده مش كده؟ طيب انا بس عاوز اعلق تعليق هو يمكن خاص بي انا شويه. ايمن باشا. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم؟ تعالى يا فندم اقعد معاك. تعالى يا فندم هات كرسيك وتعالى اقعد معاك. احنا كلنا لما بنيجي نتكلم على قناه السويس الجديده يا شباب الوطن الاحرار بنذكر دايما فائدتها الاقتصاديه، وبنذكر دايما انها هتشغل عماله، وبنذكر انها هيبقى لها في محور تنميه اسمه محور تنميه قناه السويس حوالي 4000 كيلو متر او 400 كيلو متر مربع، وانه في جزء في الشرق وله جزء في الغرب. بنذكر ان اصبحت القافله الشماليه اللي هي بتطلع من الجنوب الى الشمال بتتحرك مره واحده، ومن فوق لتحت بتتحرك مره واحده، فاصبح فيه يسر للتجاره العالميه. انا هتكلم معاك بقى بصراحه،